السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ماجو 3D Digital Twin Platform. وزي ما انتم شايفين هو معتمد على الموقعين دول، كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. طيب دلوقتي خلينا نبدأ نشوف. هنا بتلاقي الداتا بتاعتك، انت تقدر ترفع الداتا اللي انت عايزها لأي مشروع انت شغال عليه، سواء 2D أو 3D أو من خلال الأدرس. طيب دلوقتي خلينا نشوف الـ IoT Internet of Things. ممكن تعمل زوم على مشروع المشروعات، دول تقريبا 618 يونت، فاوتوماتيك الزوم بيروح على المكان اللي انت عايزه. وهنا ممكن تشوف الخريطة كسترايت او نورمال، وتقدر تشوف وتضيف لايبراري وتشوف الماستر بلان، تقدر تأكتف بعض الاشياء 3D. طبعا كل واحد فيهم في مدينة، فحسب ما انت ممكن تحتاج او ممكن تبقى حابب تروح المكان دوت. فبيظهر لك الاداء بتاع المبنى زي ما انت شايف، ويبدأ يقول لك ايه الحاجات الاداء بتاعها كان كويس وايه الحاجات اللي فيها مشاكل. ممكن نيجي نقول له شو وسيلكت اند select and move لكل حاجة او none زي ما انت عايز. فده تظهر البيانات اللي انت عايزها لكل المباني اللي انت ممكن انت تكون محتاج تشوف عنها اي معلومات. دي هتبقى مهمة جدا، ان ممكن مدينة كاملة معاك كل البيانات بتاعتها وكل الداتا لكل المباني اللي فيها، فده يساعدك صاحب المدينة وإدارة المدينة في إن أنت تتحكم فيها وتشوف إيه المدينة محتاجة عشان تبدأ تتطور، وتقدر تشوف كل حاجة 3D. هي لسه بس بتحمل، هيبدأ يجيب لي كل المعلومات في كل الأماكن. ممكن نخليه يعمل اناليسيس، فبنبدأ نشوف ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها اناليسيس والريدس قد ايه، واقول له اناليسيس. طبعا عندك انواع كتيره، راستر بروفايل اناليسيس، هو بيقول كلمه بالصيني ما اعرفش بقى. اعتقد دول لو عندي المعلومات كاملة. هنا ده مكتوب عليها ديمو بيك لوكيشن، فبيبدأ يظهر عندي الاناليس بالشكل دوت. بياخد وقت بس ايه على ما يبدأ يحمل، لان احنا شغالين من خلال الانترنت.